بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأكارم، أينما كنتم عبر ربوع هذا الوطن الغالي، نرحب بكم معنا في برنامجكم الصباحي اليومي ضحى القناة. نخدمكم على مدار ساعتين من الزمن، بدءا من الساعة 10 وإلى غاية منتصف في النهار، بباقة متنوعة من الروبورتاجات والأركان، رفقة ثلة من الدكاترة والأساتذة الكرام. مشاهدينا الأكارم، أسعد الله صباحكم أينما كنتم، وأهلا بكم معنا في رحاب الضحى وأولى محطات ضحى القناة أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تحية معطرة مجددة لكل من التحق بنا هذا الصباح الطيب والمبارك، ولكل من يتابع برنامج ضحى القناة في هذا الصباح المبارك بإذن الله. نسأل المولى العزيز القدير أن يغيثنا بالمطر، وأن اللهم أغثنا بالمطر ولا تجعلنا من القانطين. نتمنى في هذا الصباح أن يكون صباح مملوء بالخير بالبركات وبالمسرات. مشاهدينا الأكارم، لكل من يسأل عن أحوال الطقس، ورق جوية وإطلالة سريعة في أحوال الطقس متبوعة بمواقيت الصلاة. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية.
أوبيليس أينما كنتم. صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا غير ضارا، غيثا نافعا غير ضارا. اللهم لا تجعلنا من القانطين. مشاهدينا الأكارم، في هذا الصباح المبارك نجدد التحية لكل من التحق بنا اللحظة ولكل من يتابع برنامج ضحى القناة الذي يأتيكم مباشرة من قناة القرآن الكريم، القناة الخامسة للتلفزيون الجزائرية. صلوا على الحبيب فالصلاة عليه مسك وطيب، صلوا على الحبيب فالصلاة عليه شفاء بلا طبيب، صلوا على الحبيب فالصلاة عليه شمس لا تغيب. مشاهدينا الأكارم ومشاهدينا الصغار، أنتم أيضا خصصنا لكم وقت ممتع مع نصيحة، ونصيحة من نصائح حلا المفيدة. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا، أنا أحب أن أتعلم كل جديد ومفيد. سأحدثكم اليوم عن تعالوا معي لتعرفوا. الخل. الخل إنه سائل مائع، له رائحة وطعم لاذعان، لكنه مفيد لجسم الإنسان وصحته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قائلاً: نعم الإدام الخل. يستخرج الخل من عدة أنواع من الفواكه كالتفاح والعنب. أتذكرت، ومن التمر أيضاً. يتركب الخل من الماء والبروتينات والسكريات، بالإضافة إلى الكثير من الأملاح المعدنية كالصوديوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. وهو يستعمل بشكل خارجي، أي يدهن لمعالجة الجروح والحروق
فيمنع ظهور الفقاعات، وهو مفيد لمعالجة آلام الرأس والصداع المزمن وألم الأسنان. ونتناوله مع الطعام لدوره الفعال في تخفيف آلام التهاب المفاصل والأمعاء والتخلص من الدهون الزائدة، ويخفف الخل من ضغط الدم والكوليسترول وأعراض التسمم وأعراض الربو. وأخيراً له دور فعال في إزالة الحصى من المرارة. يستعمل الخل معقماً، وهو مضاد للالتهاب أيضاً. كما يستعمل مزيلاً للبقع. والآن حان وقت معلومة حلى مفيدة، هيا بنا. أكثر أنواع الخل فائدة هو الخل المستخرج من التفاح. نقوم بغسل التفاح وتنشيفه، ثم نقطعه قطعا صغيرة. نرص القطع جيدا في زجاجة حتى لا يبقى هناك فراغ فيما بينها، ثم نحكم إغلاق الزجاجة ونضعها في مكان معتم، ونتركها لمدة لا تقل عن 40 يوما. جعل الله تعالى خل التفاح يحوي 19 من أصل 22 من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، لكن الخل خال من الفيتامينات. ومع ذلك فخل التفاح له فوائد عديدة، من أهمها أنه يقوي الشعر ويساعد على التخلص من القشرة ويخفف أوجاع الرأس من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها، ويزيد من نشاط الجسم ويقاوم الخمول. لهذا سأحاول أن أتناول بعضا منه يوميا في طعامي. كل يوم أتعلم وأعمل بما تعلمته. اسمعوا نصيحتي، نصيحة حلا. إلى اللقاء. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأكارم، وأهلا بكم معنا في برنامج ضحى القناة. نستعرض وإياكم أركان ضحى لهذا السبت. ركن السياحة مع أستاذ مضوي عبد العزيز، سنتكلم عن تمثيل الجزائر في المحافل والمعارض الدولية في الجانب السياحة وجانب طبعا الصناعات التقليدية والحرف، وكذلك ركن شفاء الروح مع الأستاذة شهرزاد عزوزة. سنتكلم أو نتابع الحديث عن تزكية النفس. تكلمنا في السابق عن مرض أمراض القلوب الخبيثة، مرض الكبر، كيفية مظاهره وعلاجه وما هي. اليوم سنتكلم ونتطرق إلى العلاج، كما ستكون لنا مداخلة هاتفية مع السيد حداوي مصطفى مكلف بالإعلام على مستوى ديوان الحج والعمرة. في هذه الأثناء ستكون يعني فرز قرعة الحج لموسمي 1441 1442 هجري، عملية الفرز لموسمين متتاليين. سنتكلم مع الأستاذ حداوي مصطفى عن الشروط، عن الإجراءات، كيف هي الأمور. والآن ركن بلابل القرآن مع البرعومتين أسماء وماريا بعد هذا الفاصل. نجدد التحية الصباحية للطفلتين ماريا أمينة. صباح الخير بوق الطاف. صباح الخير. صباح النور. والطفلة أسماء. حسين. صباح الخير. صباح الفل. كيف حالك؟ بخير. بخير. نتعرفوا عليكم في هذا اللقاء في ركننا بلا بالقرآن، نتعرفوا عليكم، دراسة تاعكم، الحفظ تاعكم. نبدأ
ماريا، عارفين الاسم تاعك، السن، الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا الطالبة ماريا أمينة بوكطاف، عمري 10 سنوات، أدرس السنة الخامسة ابتدائي، وكذلك أدرس في المدرسة القرآنية لمسجد بلال بن رباح عند الشيخ رابح قاسي. شكرا، نوجه له الأستاذ رابح قاسي شكر من هذا المنبر وتحية صباحية. أسماء، عرفينا بنفسك. الحمد لله ذي الجلال المنعوت بصفات الكمان، والصلاة والسلام على أشرف الرسل محمد بن عبد الله، خير من اختاره الله واصطفاه وأدبه وعلمه واشتباه. أما بعد، أنا الطالبة حسين أسماء، عمري 10 سنوات، أدرس السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، وأدرس كذلك في مسجد بلال بن رباح بمدينة يسر بولاية بومرداس عند الأستاذ رابح قاسي. نفس الأستاذ. نعم، نعود له التحية الصباحية. نرحب بكم معنا في ركن بلابل القرآن، أول مرة تكونوا على المباشر في قناة، أول مرة إن شاء الله ما تكونش المرة الأخيرة. نبدأ بك ماريا أمينة، تحكينا كيفاش بدأ الحفظ تاعك، أي سنة، كم كان عمرك؟ بدأت حفظ القرآن الكريم وعمري 4 سنوات عند الأستاذة جرار كريمة، وبعدها انتقلت إلى المدرسة القرآنية عند الشيخ رابح قاسي، وكان عمري 5 سنوات. ما شاء الله، كيف كان الحفظ؟ كنت صغيرة في السن، ما زال ما التحقتيش مدارس مقاعد الدراسة، كيف جاك الحفظ؟ شحال كنت تحفظي، مقدار كم يعني في اليوم؟ كنت أحفظ مقدار صفحتين في اليوم. بالأحكام؟ بدون أحكام؟ بدون أحكام، لكن بدون أحكام. نعم، لكن عندما حفظنا مقدار أكثر أصبحنا نحفظ بالأحكام. أي رواية تحفظون؟ برواية ورش. ورش عن نافع. كيف كان يعني الحفظ مع الأحكام؟ سهل. جاي سهل أم صعب أم نوعا ما؟ سهل. كم حفظت يعني فيها لحد الآن؟ كم حزب تحفظين؟ 15 حزب. ما شاء الله، بارك الله فيك. وأنت أسماء؟ أنا التحقت بالمدرسة القرآنية. كانت الانطلاقة مثلها؟ لا، أنا دخلت 3 سنوات عند الأستاذة كريمة جرار. نفس الأستاذة؟ نعم. وبعدها هذا المنبر انتقلت إلى الشيخ رابح قاسي، وبعدها كان عمري 5 سنوات. ما شاء الله. بعدها كنت أحفظ مثلها بصفحة بدون أحكام، وعندما تعلمنا الأحكام كنا نحفظ بالأحكام. كيف كان الحفظ بالأحكام أو بدون أحكام؟ من الأسرع؟ كان بدون أحكام أو بأحكام نفس الشيء، لكن ما وجدتش صعوبة أو لا، لم أجد حتى صعوبة أو عرقلة. نفس الشيء، لكن بالأحكام أحسن، لأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. أحسنتي. من شجعك على الحفظ أو من أخذ بيدك الصغيرة إلى المدرسة القرآنية، الوالد أم الوالدة؟ والدي الكريمين، الاثنين مع شجعاني وحفزاني على حفظ القرآن، وبفضلهما لم أيأس أبدا ولم أفكر نهائيا في ترك المدرسة القرآنية. أحسنتي، بارك الله فيك. وأنت أمينة ماريا، عندما بدأت الحفظ على السن 4 سنوات كنت صغيرة. نعم. كنت في قبل مرحلة التحضير. نعم. نعم. كيف كنت يعني في المدرسة بعدما ذهبت إلى المدرسة والحفظ؟ تخليتي عن الحفظ أم واصلتي؟ كيف كان يعني التوفيق؟ ولم أترك القرآن الكريم، وصلته حتى الآن أنا أحفظه. ما شاء الله. وفي الدراسة يعني أنت سنة خامسة مقبلة على شهادة التعليم الابتدائي، أنت أيضا أسماء، كيف هو التوفيق بين الأمرين الدراسة والحفظ؟ القرآن الكريم حفزني على التوفيق في دراستي وحفظ لكتاب الله عز وجل. والمعدل تاعك، نقدر نعرف المعدل تاعك؟ 8.32 على 10. ما شاء الله. وأنت أسماء؟ أنا أيضا المستوى الدراسي تاعك يعني تحسن بفضل القرآن. بفضل القرآن. معدلي جيد. ما يبارك، ما شاء الله.
وكذلك في دراستي بفضل القرآن الكريم توفقت في دراستي وأنا في مشواري الدراسي ناجحة إن شاء الله. ما شاء الله، توفيق هذا يعني كان يعني هناك جدول لحفظ القرآن الكريم بعد الدراسة قبل الدراسة في أيام العطل الجدول على الحفظ؟ كنت أقسم أوقاتي بين الدراسة وحل واجباتي وحفظ القرآن وقراءته. والجدول يعني المخصص لحفظ القرآن في المدرسة يوم السبت والجمعة وثلاثة ثلاث أيام في أسبوع. بالسبت على الساعة 8 صباحا نحفظ عادي، والجمعة بعد صلاة الجمعة نراجع كي لا ننسى الأحزاب التي حفظناها، ويوم الثلاثاء بعد صلاة العصر نراجع ونحفظ المتون. المتون أيضا؟ متون. نعم جميل جدا. زائد المتون. زائد المتون. الأحاديث النبوية؟ لا لم حفظنا من قبل، وضعنا مسابقة لك في فزتم أخذتم نعم. المرتبة الأولى؟ ثالثة. ثالثة؟ ما شاء الله جميل جدا. يعني تكلمنا عن جدول يعني الحفظ، مقدار صفحة في اليوم أم في الأسبوع حفظ؟ في اليوم. في اليوم. في اليوم؟ لكن الآن نحفظ بالربع. ربع الحزب. نعم. كلما حفظتم كلما اتسعت الذاكرة لاحتمال أكثر يعني مقدار أكثر من القرآن. ما شاء الله. لكن عند المراجعة نراجع بالنصف أو بالحزب. أو بالحزب. ما شاء الله بارك الله فيكم. تسمعين أمينة آيات بينات؟ اختاري لنا آيات بينات بصوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. صدق الله. أحسنتي بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أسماء أحب نسمع أيضا من عندك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أحسنتي بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. تكلمتي عن المتون، تسمعون حاجة مشتركة بينتكم عن المتون؟ تفضلوا.
يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجنزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب النون ساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مالتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات آتت في يرملون عندهم قد ثباتت. أحسنتم بارك الله فيكم، هذا يعني الأحكام. نعم. تشجيع المعلمات، هل كان هناك تشجيع من طرف المعلمات؟ نعم. كيف شجعوكم أو التلاميذ اللي يدرسوا معاكم اقتدوا بكم يعني حبوا يقرأهم أيضا ويتحصلوا يعني على؟ نعم، من طرف المعلمين ومن طرف أصدقائي في المدرسة. زملاء. كيف شجعتكم المعلمة؟ حبيت تحكي لي شغل تحفزنا تورينا كيف ما هي قيمة القرآن وأشكر معلماتي في المدرسة وزملائي. أحسنتي، وأنت أسماء؟ نعم، المعلمة كان لها دور أيضا في الحفظ. نعم، المعلمة في المدرسة أو في القرآن أيضا كانت تحفزنا وتشجعنا على حفظ القرآن وتدركنا قيمته لأنه هو الذي سيشفعنا يوم القيامة إن شاء الله يا رب. الأحلام تاعكم أكيد عندكم أحلام، عندكم مخططات باش تحفظوا القرآن الكريم، ربما عندكم جدول متى ستنهون الحفظ؟ إن شاء الله. إن شاء الله في أقرب وقت. إن شاء الله. عندكم أجل معين أو لا؟ في عندما يكتب الله. إن شاء الله إن شاء الله. وأحلامكم المستقبلية مش حابين تكبروا وتكملوا الدراسة؟ ما شاء الله أنتم متفوقات الله يبارك. مش حبيتي تكوني أسماء؟ أنا طبيبة أطفال صغار. ما شاء الله. وأنت؟ أنا أحلم في المستقبل أن أصير مهندسة معمارية. الله يبارك، ما شاء الله تقومين بإنجاز مشاريع ضخمة. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. وكي تختموا القرآن نجيبوكم البلاطو روح القناة نستضيفكم نكرموكم نحتفلوا بكم إن شاء الله. درتوا يعني مسابقات خاصة في المناسبات؟ تكلمنا عن مسابقات. نعم، وضعنا عدة مسابقات وعدة نشاطات في المسجد في مولد النبوي الشريف، في عدة مناسبات دينية. نعم، مع المدارس القرآنية الأخرى أو في نفس المدرسة؟ في نفس المدرسة، وكنا نضع مسابقات مع مدارس أخرى. كنتوا تحصلوا على الجوائز؟ نعم. جوائز تشجيعية تحفيزية للمواصلة؟ نعم. كنا نضع عدة مسابقات أولية في بومرداس في مدينة نيسر في عدة مدارس قرآنية وكنا نتحصل على جوائز عدة ونتائج جيدة. ما شاء الله. المسابقات تكون فقط على مستوى حفظ القرآن؟ نعم، وفي وضعنا مرة واحدة على الأحاديث. ما شاء الله. أخذتم جائزة مرتبة؟ نعم. أي مرتبة؟ أنا الأولى مع صديقاتي. ما شاء الله. نعم، وأنت أمينة ماريا؟ مرتبة ثالثة. الله يبارك، ما شاء الله، هذا شيء جميل جدا، نفتخر ونعتز بكم على هذا الأمر الرائع. نتمنى يكون القرآن ربيع القلوب ورفيق الدروب إن شاء الله. تسمعينا صورة قصيرة من قصار الصور؟ أي صورة؟ طبعاً بالأحكام، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. بارك الله فيك. أحسنتي. أنت يا أسماء حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. حبيت نسألكم الآن عن الهواية، عندكم هوايات معينة تحبوا تمارسوا؟ أي هواية، أي نشاط رياضي، أي يعني أي حاجة؟ نمارس رياضة السباحة. ما شاء الله. مسجلين في نادي يعني؟ لا هكا وحدكم يعني بدون مدرب بدون؟ أنت أيضا السباحة؟ لا في سباحة في نادي. نعم أضع معها. عندكم مدرب. وأنا هوايتي الرسم، أحب الرسم. جميل جدا. تحبي ترسمي؟ مش ترسمي مناظر طبيعية، كل شيء، شخصيات، كل شيء. نعم تفضلي. وأحب أن أمارس الرياضة مثل السباحة وكرة اليد. ما شاء الله. وأنت أمينة؟ أنا هوايتي كرة السلة، أحبها كثيرا. تمارسيها؟ لا. إن شاء الله تكوني تسجلي في كاش نادي إن شاء الله قريب من مدينة يسر لكي لا تضيعي فرصة حفظ القرآن الكريم. أكيد. من قدوتك في هذه يعني في الأب أو الأم أو المدرسة المدرسة؟ القدوة تاعك شكون تحبي تكون تكوني كما هو، الأب أو الأم أو المدرسة أو مدرسة القرآن؟ أحبها أكون كوالدي. ما شاء الله. ومعلماتي أيضا. وأنت أسماء؟ أنا أحب أن أكون قدوة أبي. نعم. ومعلمي. كوني فخر لأبيك إن شاء الله. ومعلمي في وكذلك أمي ومعلمي في المسجد ومعلمتي وكل معلماتي في المدرسة. نعم. شفنا البرنامج يعني تاعكم للحفظ الدراسة مقبلين على شهادة تعليم الابتدائي، نتمنى لكم حظ الوفير والنجاح. هل هناك متسع للعب؟ يعني الأطفال هم بحاجة للعب. نعم. والراحة أو يعني الخروج من المنزل و... نعم. هناك مجال؟ بيوم الجمعة مساء أو السبت عندما نكمل الدراسة وقراءة القرآن أخرج للعب. في المنزل تقومين بمراجعة القرآن؟ نعم. مع من؟ مع الأب والأم؟ مع أبي. أختي الكبرى. نعم. الله يبارك. وأنت؟ مع أبي. أكيد هو اللي يشجعك، الأب هو اللي يحفزكم يمد لكم الطاقة الإيجابية ويكون ظهر وسند لكما أكيد. نعم. شو توجهوا له من هذا المنبر؟ شو تقول الأب؟ هو أكيد أنه يشاهد الآن في البرنامج ضو حلقة. شو تقولي لأبيك؟ أحبه كثيرا. ما شاء الله. أنه قدوتي في هذه الحياة. ما شاء الله. وأقدم جزيل الشكر لوالدي الكريمان ومعلمي في المدرسة القرآنية قاسي رابح ومعلمتي أيضا المدرسة في المدرسة والمعلمة جرار كريمة. وأشكر الأستاذ حسين السعيد مع السيد راشد الذي أحضرنا إلى هنا. إن شاء الله. شكرا. شكرا. احنا أيضا نقدم له تحية صباحية. أنت أسماء؟ أنا أشكر والدي جزيل الشكر على تحفيزي وتشجيعي لقراءة القرآن وحفظه. وأشكر كذلك كل أفراد عائلتي خاصة جدتي التي كانت تدعي لي لوصولي لهذه المرحلة. هي على قيد الحياة؟ نعم. نتمنى لها طول العمر إن شاء الله. نعم. وخالتي كذلك وأساتذتي في المدرسة وفي المسجد وأدعو لهما أن يدخلا جنة النعيم بفضل جهوداتهم البارعين إن شاء الله. إن شاء الله. حبينا تكلمون على فضل القرآن عليكم. ما أعطاك القرآن؟ ماذا يعني فتح لك؟ ربما أنت صغيرة في السن لكن ربما أعطاك نظرة واسعة
المستقبل. القرآن الكريم منحني الفرح والطمأنينة في الحياة وراحة البال مدامني أحفظه. نعم. والسعادة. وأنتي ماريا؟ منحني القرآن الكريم بابا مليئة بالفرحة والسعادة. أكيد. أرجو أن أتمنى أن أختمه إن شاء الله. إن شاء الله. وأكمل حفظه. إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله ويسر عليكم الحفظ ويسدد خطاكم إن شاء الله. عندك كلمة ختامية تقوليها؟ نصيحة للأطفال أو اللي ما زال ما التحقوش بالمدارس أو أي شيء من هذا القبيل. أنصح الأولاد أن التلاميذ الذين لا يدرسون أن يلتحقوا بالمدرسة القرآنية لأنهم سوف يجدون فيها أشياء كثيرة تفيدهم في حياتهم اليومية. وأرجو أن يلتحقوا بهذه المدرسة إن شاء الله توصل وبحفظ القرآن الكريم إن شاء الله. لأنه مفتاح كل نجاح إن شاء الله يا رب العالمين. أتمنى لكم النجاح والاستمرار في الحفظ. وأنت يا أسماء أنا أدعو كلمة كما تحبين. أدعو جميع الأطفال أن يلتحقوا بالمدارس القرآنية ويحفظوا كتاب الله تعالى لأنه سيضمنهم وينجحهم في دراستهم بعون الله تعالى. الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم جزيل الشكر والتقدير. يعني هذا شرف عظيم نشوف فتيات يافعات صغيرات يحملن كتاب الله ما شاء الله. المزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. نستضيفكم إن شاء الله في المرات المقبلة. مشاهدينا الأكارم نتوقف عند هذه المحطة وأحبار الإسلام. أبو اليقظان. ككل العظماء النموذجيين ولد أبو اليقظان في أسرة عام 14900 ميلادي ترأس أول بعثة علمية جزائرية إلى الخارج. كانت وجهة البعثة إلى تونس
بعد أن عاد إلى مدينة القرارة ودرس بها في مدرسة دار التلاميذ، وكانت عودته إلى تونس سنة 25,300 هجري. كان أبو اليقظان مولعا بالصحافة إلى حد العشق، فأنشأ أول جريدة عام 26,900 ميلادية تحت اسم وادي مزار، وكان يتم تحرير هذه الجريدة بالعاصمة الجزائر، ثم ترسل إلى تونس لتطبع وتعود عن طريق القطار ليتم توزيعها في الجزائر، واستمرت على هذا المنوال لمدة سنتين، ثم صدرت له جريدة مزار عام 30,900 ميلادية، وجريدة المغرب والنور والبستان والنبراس والأمة، وآخر جريدة أصدرها كانت الفرقان عام 38,900. إلى جانب نشاطه الصحفي أنشأ أبو اليقظان المطبعة العربية التي لم تخلو هي الأخرى من مضايقة ومراقبة البوليس الاستعماري لها. لم تكن أعمال أبو اليقظان ونشاطه مقصورين على الصحافة والسياسة، بل كان رجل إصلاح من الطراز الأولي، حيث انضم في سنة 31,900 ميلادية إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليتم انتخابه سنة 34,900 ميلادية عضوا بمجلسها الإداري نائبا لأمين المال إلى غاية سنة 38,900 ميلادية. أما نشاط أبو اليقظان في مجال التأليف فله ما يقارب 50 مؤلفا ما بين مطبوع ومخطوط من دينية وتاريخية، خصوصا في تاريخ منطقة مزاب إلى جانب ديوانه الشعري. ومن القصائد التي سجلها له الزاهري في كتابه شعراء الجزائر في العصر الحاضر، وسبق نشرها في جريدة المنهاج المصرية، قصيدته مدارج الخلاص والتحرير. أصيب أبو اليقظان بالشلل النصفي، فانتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة 29/03,300 هجرية، الموافقة 30 مارس 73,900 ميلادية في مدينة القرار. هذا الصحفي الفذ، القلم العملاق، المصلح المتفتح، الآخذ بأسباب العصر، الذي اقتحم الحياة اقتحاما وخاض غمارها خوضا وواجه الصعاب تلو الصعاب، وما إبراهيم إلا أنموذج ممن أنجبتهم الصحراء، فتعلموا العربية في الجزائر وصنفوا المصنفات وأصدروا الجرائد وأداروا المؤسسات، فرحم الله إبراهيم أبو اليقظان. نسأل الله القادر المقتدر الذي فجر الماء من الحجر والذي جعل في الآفاق آيات وعبر أن يرزقنا الجنة وإياكم رفقة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأكارم، نربط الاتصال مع السيد مصطفى حداوية مكلف بالإعلام على مستوى ديوان الحج والعمرة ليتطرق لتفاصيل القرعة التي كانت صباح هذا اليوم لموسمي
2020-2021. صباح الخير. صباح الخير سيدتي لك وللسادة المشاهدين الذين يتابعون قناة القرآن الكريم. شكرا. هذه المنارة في الإعلامية في الجزائر. سيد مصطفى حداوي، نرحب بك معنا في هذا الصباح المبارك إن شاء الله، والمبارك على جميع الحجاج الذين فازوا بالقرعة في هذا الصباح. طيب، حبينا نسألك فقط على شروط الحج أو لموسمين متتاليين هذه المرة على غير العادة، 1441-1442، ما هي الشروط يعني، وكيف تكون هذه هي الفرصة؟ هذه ربما هي فرصة للكثير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متشرف جدا بهذا الاتصال الكريم وهذا الاهتمام الكبير بقناة القرآن الكريم بمتابعة هذه الشعيرة العظيمة التي يحضر اليوم مواطنون في مختلف بلديات التراب الوطني حول محطاتها التنظيمية، وهي إجراء عملية القرعة. للإشارة فإن هذه العملية لازالت متواصلة، والآن أتكلم إليكم ومعكم من بلدية الرغاية إن تجرى فعاليات القرعة، وإن تنتهج أنفس كثير من الذين يشرفهم الله سبحانه وتعالى يشرفهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا من ضيوف الرحمن هذا الموسم إن شاء الله. نعم، الله فلذلك العملية متواصلة نعم. والحمد لله تعالى وقوته، الله سبحانه وتعالى يجتبي إليه من ضيوف الرحمن الذين سيشاركونا. بخصوص عملية بخصوص القرعة لمواسم متعددة متتالية، نعم، بخصوص إجراء القرعة لسنتين متتاليتين، فالإجراء جاء من أجل يعني تعزيز عملية تنظيمية، ذلك سيتم التعرف على قائمة الحجاج بشكل مسبق، أين سيتم بحول الله تعالى وقوته التمكن من تدريب هؤلاء الحجاج الذين يفوزون في القرعة، التمكن كذلك من يعني القيام بالإجراءات التنظيمية المختلفة في مرتفع من الوقت، من شأنه أن يرتقي بالعملية وأن يجعلنا نتفادى كثير من الأخطاء التي كانت تحصل على مستوى العملية التنظيمية. إذن هي نقلة نوعية بحول الله تعالى وقوته، فتشهدها عملية تنظيمية للحج من خلال هذا التبكير في انتقاء حجاج. إذن سيد مصطفى حداوي، إذن هي عملية تنظيمية أكثر. نعم، هي لكن كيف يتم يعني الحجاج أن نستعد حتى يمكن أن نستقبل يعني الموسم بتفادي، ونحن نتفادى الأخطاء التي ربما يمكن أن تحصل أكيد في المواسم السابقة. أجل، وهناك ربما إجراءات جديدة على مستوى وزارة الداخلية كشرط، يعني هناك شروط جديدة كجواز السفر، يجب أن يكون جواز بيومتري. نعم، كذلك هذا الشرط كان في التسجيل سيدتي، وهذا الشرط كان بسبب أنه قائمة الحجاج كانت تعتريها بعض الأخطاء في الأسماء أو في كذا، لذلك جاء دفتر جواز السفر ليتم التسجيل عبر رقم جواز السفر، ورقم جواز السفر هو الذي يتيح للحاج والحاجة ضمان أنه ما يصراوش أخطاء في الاسم إن شاء الله، ما تعاوش تتكرر نفس الهفوات، حتى العملية التنظيمية أكثر ضبطا كذلك. وبالمناسبة يعني بالجهة الأخرى، نعم سيد حداوي، يعني بالمملكة العربية السعودية استقبال الحجاج الميامين يعني في هذه القرعة الجديدة إن صح التعبير، كيف هو يعني الربط بينها وبين وزارة الحج؟ تعلمون ويعلم السادة المشاهدون أنه بحمد الله تعالى وقوته استجابت السلطات السعودية لطلب الجزائر برفع حصة الجزائر من الحجاج، وكان وزير شؤون الدينية والوقاف الدكتور يوسف المهدي قد بشر الجزائريين أنه تم الاستجابة لذلك الطلب الذي تقدمت به الجزائر، والذي قدمه الوزارة الأولى للسلطات السعودية، والحمد لله تعالى لرفع حصة الحجاج
كانت مقدرة ب 5300 حاج جزائري، ثم توزيعها على مختلف البلديات. نعم. ثم توزيعها على مختلف، مثلا في البلدية التي نحن موجودون فيها هي بلدية الغاية. نعم. كان عدد الحجاج 42 حاج، الآن أصبح عدد الحجاج بها 63 حاج جزائري، أي بزيادة 21 يعني جواز لهذه البلدية. وهكذا الأمر ينسحب على كافة بلديات التراب الوطني. التراب الوطني الحصص المخصصة للبلديات ارتفاعا محسوسا بمناسبة هذه الزيادة التي تحصلت عليها الجزائر. ما شاء الله. والتكاليف يعني المخصصة للحج مقارنة بالعام الماضي هي نفسها؟ التكاليف الحمد لله عاد الوفد التحضيري من البقاع المقدسة، وقد تعقد على مختلف الخدمات. تعرفين سيدتي ويعرف المتتبع لتنظيم عملية الحج أن تكلفة الحج يتم احتسابها بعد جمع كافة العناصر التكلفة، اللي هو جمع تكلفة النقل، جمع تكلفة الإسكان، جمع تكلفة الإعاشة وكل التكاليف الأخرى التي تدخل في هذا الموضوع، ثم يتم احتساب التكلفة النهائية. وهذا الأمر لم يتم بعد لأنه لم يفصلنا على انتهاء يعني مهمة الوفد إلا أيام قليلة. قبل يومين دخل الوفد من البقاع المقدسة بعد إتمام جميع الإجراءات، سيتعرف الحجاج والمواطنون على التكلفة إن شاء الله. وهناك يعني قرعة أخرى على غرار هذه القرعة لفئة مخصصة لفئة أكثر من 70 سنة. على تنظيم قرعة ثانية للذين تفوقوا أعمارهم 70 سنة. نعم. وأجروا القرعة لعشر مرات متوالية ولم يحالفوا من الحظ بأن يكونوا من ضيوف الرحمن، فهؤلاء عندهم قرعة ثانية يتم إن شاء الله تنظيمها في الأيام القليلة المقبلة. تعلن وزارة الداخلية والأوقاف على موعد تنظيمها بحول الله تعالى وقوته إن شاء الله. وهذه القرعة ستمكن هذه الفئة، فئة كبار السن الذين بلغوا من العمر عتية ولم يحالفوا من الحظ بأن يكونوا من ضيوف الرحمن، حتى ربما تضاف لهم حصة أخرى مقدرة ب2000 جواز بحول الله إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لهم. نعم. أستاذ مصطفى حداوي مكلف بالإعلام على مستوى ديوان الحج والعمرة، يعني هذه الأجواء الآن، أنت تعيش هذه الأجواء، وصفنا يعني كيف فرحة الحجاج يعني الفائزين. لا أستطيع أن أصف لك شيئا إلا أن جلدي يقشعر في كل مرة يسحب اسم أحد من الحاضرين. أكيد فرحة لا توصف. القاعة الأطفال هم الذين كلفوا بسحب الأسماء، الذي يعني خرج اسمه يبكي والذي لم يخرج اسمه يبكي. الجزائريين ما شاء الله عندهم إقبال كبير جدا على يعني حب لهذه الشعائر، وهذا شيء يعني يفتخر به الواحد ويحسن به. نتمنى التوفيق لكل آبائنا وأمهاتنا، أجدادنا وجداتنا، إخواننا وأخواتنا في هذه الرحلة المباركة. وكيف سيتم تنظيم هاتين يعني السنة الموسم؟ موسم 2020 وموسم 2021. لم أفهم السؤال سيدتي. يعني يقسموهم على عامين، كيف يتم توزيع الحجاج؟ مثلا في هذه اللحظات في بلدية الغاية يتم سحب أسماء أولئك الذين ربما الذين يتم سحب أسماء القرعة الخاصة ب 2020، بعد انتهاء من قائمة 2020 يتم سحب مباشرة القرعة الخاصة القرعة لموسم 2021. أي نعم. ثم بعد ذلك يتم سحب ما قيمته ثلث من قائمة الفائزين كقائمة احتياطية. نعم. يعني هي هذه ربما على مستوى تراب الوطني الآن تجرى هذه هي عملية الفرز للحجاج الميانين. مصطفى حداوي، هناك كلمة ختامية أو شيء يعني تضيفه لنا؟ والله ما أصفه أو ما أقوله في ختام هذه الكلمة. نعم. والله يعني مشاعر الجزائريين جدوجية وحبهم وإقبالهم على أداء هذه الشاعرة الكبيرة جدا قوي، والحمد لله تعالى. أسأل مولاي من صميم القلب أن يوفق الجميع بحول الله تعالى وقوته لزيارة بيت الله الحرام ولأداء نسكه الخامس بحول الله تعالى. وشاكر لكم أنتم العفو يعني سيدي الكريم الرسالين وخصوصا قناة القرآن الكريم هذه. نعم. المواكبة، وأسألهم لنا عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنة. آمين. وميزان حسنة في جميع القطاعات العمومية. شكرا جزيلا سيدي الكريم على هذه المداخلة الطيبة، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل الحجاج الميامين إن شاء الله في زيارة بيت الله الحرام. مشاهدينا الأكارم، نتوقف مع أعلام الجزائر أحمد سحنون مع الصحفي عبد الغاني خربوش.
من بيوت الطين والحجر والنخل، ومن هذه الأطلال المترامية بزغ فجر علم من أعلام الجزائر، أضاء بمولده على البلاد والعباد بعلمه حكمته وصلاحه. إنه الشيخ المصلح أحمد سحنون رحمة الله عليه. عرف الجنوب الجزائري منذ القدم بإنجاب العلماء والشيوخ وفحول الأدب والشعر، وكذا حال مدينة لشانة الواقعة بالقرب من مدينة الزيبان ولاية بسكرة. بهذه المدينة فتح الشيخ أعينه على أنوار الحياة عام 1907، ذاق يتم الأم صغيرا فكان الوالد مربيا معلما، اتقد ذكاؤه واستقام لسانه وجادت قريحته في سن مبكرة. انتقل الشيخ رحمة الله عليه إلى العاصمة، فكان هذا الانتقال فتحا ساقه الله إليها بعد لقائه أبو الإصلاح في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس، فكان هذا اللقاء نقطة تحول في حياته. نظرا للمستوى الذي كان يتمتع به الشيخ من حيث التأليف ونظم القوافي وفن الخطابة وقوة الحافظة، كان من الطبيعي أن يلتحق بجمعية العلماء المسلمين، فصار كاتبها ولسان مقالها، وهو يقول عنها: إن كل شيء كنا نعلمه لهذا الشعب وكل ما بذلناه لهذا الوطن إنما كان بوحي من روح الجمعية ووفق الخطة التي رسمتها. إضافة إلى النشاط الدعوي الذي كان يقوم به الشيخ مع جمعية العلماء المسلمين، اقتحم رحمه الله ميدان الصحف والمجلات فكتب في العديد منها كالشهاب والبصائر تحت عمود الوعظ والإرشاد، والذي كان منبرا يخاطب منه المجتمع ويحذر من خبايا الاستعمار. ساهم الشيخ أحمد سحنون بخطاباته في المساجد وكتاباته في المجلات وممارسته للدعوة من محاربة الاستعمار الذي أدرك أهدافه الرامية لطمس الهوية الجزائرية، فكان دائم التحذير من مكائده بنشر الوعي بين أوساط الشباب. عند اندلاع الثورة المظفرة كان الشيخ من السباقين لتجنيد الشباب لخدمة البلاد والدفاع عنها، فكون تنظيما فدائيا ليلتحق هو نفسه بقلاع وقواعد جيش التحرير الوطني ويجمع بذلك بين قعقعة السلاح ونضال الحبر والتعليم، غير أنه سجن وحكم عليه بالإعدام. بعد 3 سنوات قام المجاهدون بتهريبه إلى جبال الونشريس، حيث واصل عمله الجهادي النضالي بين أفراد شبابه. من الله على الجزائر بالاستقلال، فعاد الشيخ للدعوة والإصلاح، عين إماما خطيبا بعدة مساجد بالعاصمة، من المسجد الكبير إلى مسجد الدعوة، مرورا بمسجد الأرقم الذي ساهم في إرساء قواعده. بدأت حياتي من منابع القرآن من زاوية، وأدعو الله أن أختمها بهذه المنابع. هافت نفسه أن تقيم صرحا للقرآن يتعلم فيه النشء ويجتمعون على كتاب الله، ولم يكتب له ذلك في حياته، فتكفل به أبناؤه وطلبته ممن غرس فيهم هذا الحلم، فتحقق بناء دار القرآن الكريم. التحق الشيخ رحمة الله عليه بالرفيق الأعلى عام 2003 بعد أن قضى حياته في التعليم والتعلم وإرساء قواعد الدعوة الحكيمة والمنهج المعتدل. رحل الشيخ وخلف علما نافعا يستفاد منه، وما الجنازة المهيبة التي حظي بها إلا دليل خير وبشرى لرجل كسب احترام وقلوب الجميع بأخلاقه قبل علمه. الشيخ أحمد سحنون علم فذ من علماء الجزائر ورجل من رجالاتها، يذكره الزمن والأثر، وما العمل هذا إلا جزء يصور جانبا من حياة الشيخ، وما دعوة هذا الطفل فوق قبره إلا ثمرة من ثمراته وحسنة من حسناته، فرحم الله الشيخ وقدس روحه في الجنة. شيخنا أحمد سحنون واسكنوا فسيح جنان.
واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، واجعلنا يا ربنا خير خلف لخير سلف. آمين. تحية صباحية مجددة للجميع ولكل من التحق بنا اللحظة ويتابع برنامج ضحى القناة. تسعد جدا بخدمتكم في هذه الصبيحة الطيبة والمباركة. ركن السياحة بعد هذا الفاصل. نرحب وإياكم مشاهدينا الأكارم بالسيد مضوي عبد العزيز إطار بديوان الوطني للسياحة. أهلا وسهلا، صباح الخير سيدي الكريم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا على تلبية الدعوة. اليوم سنتكلم عن السياحة، عن دور السياحة، ربما السياحة مذكورة في القرآن وموجودة في الإسلام، السياحة الدينية، يعني كل شيء يعني يتعلق بالسياحة، لو تعطينا فكرة عن هذا الموضوع. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شاكر لكم هذه الدعوة الكريمة الطيبة، أتمنى أن تكرر مرات عديدة إن شاء الله، وأتمنى نحن في القناة الخامسة، أتمنى أن تكون قناة سادسة الكريم. نعم، قناة الخامسة في قناة القرآن الكريم، أتمنى أن تكون قناة سادسة قناة سياحة في الجزائر، ولما لا، لأنه تعتبر الإعلام ما شئنا أم أبينا بوابة للترويج السياحي الجزائري، ونحن نحتاج هذا خاصة السياحة، يعني تدعم الاقتصاد وهي بديل يعني اقتصادي آخر. أكيد، لا ماهيش بديل، هي الآن صناعة السياحة أصبحت صناعة يعني قائمة بحد ذاتها، وأصبحت كثيرة من الدول في العالم وفي الدول العربية وحتى الدول الأوروبية المتطورة تعتمد على السياحة بالدرجة الأولى في مداخلها، في الناتج المحلي تاعها. هذا الشيء الآن ما أصبحناش نتحدث على ما مفروغ منه، ما أصبحناش نتحدث عن السياحة الآن مساهمة ودورها، الآن كيف نواكب الركب، ونواكب المجتمعات الأخرى، نعم كيف نواكب الركب. يعني الجزائر تسخر بعدة أماكن سياحية، أماكن دينية، مزارات، يعني أماكن ربما لو فتحنا المجال للسياح لكان يعني لا. الجزائر الله سبحانه وتعالى وهبها ربما ما لم يهب الكثير من الدول، أكيد غنية يعني تنوع، يعني لما تنطلقي مثلا من الساحل الجزائري وتروحي إلى المناطق الوسطى وتروحي إلى الجنوب الجزائري تلقي يعني سياحة شاطئية، سياحة جبلية، صحراوية، سياحة صحراوية، وهذه السياحة الصحراوية اللي كان لو نستثمر فقط في السياحة الصحراوية ونعطيها حقها يعني لازم، يعني هي كافية فقط، أنه هي بوابة يعني الاقتصاد، لا هو نقدر نعتبره قاطرة، أنا أعتبر السياحة السياحة الصحراوية قاطرة للسياحة الجزائرية، بدون أنه نغض النظر عن باقي أنواع السياحة الأخرى، مثلا سياحة المؤتمرات اللي هي كذلك ممكن أن تكون كذلك قاطرة حقيقية للسياحة الجزائرية. نعم، ما هو يعني تمثيل يعني الجزائر في هذه الصالونات الدولية؟ ربما نروج للسياحة الجزائرية لكي تكون على تكون قاطرة على سكة صحيحة. قبل أن ندخل يعني في الصالونات الدولية، وقبل أن ندخل ما دام أني إطار في الديوان الوطني للسياحة، وكثير من المواطنين وحتى من الإطارات يلتبس عليهم يعني الديوان الوطني للسياحة، وكان هناك اللي هو لوانتي، وكان لونات اللي هو مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة. حبيت برك ندير كل يعني له دور ومهام خاصة به. نعم أكيد، حبيت أنا فقط ما دام هذه فرصة عن يعني الديوان الوطني للسياحة، يعني صحيح. معروف لدى الرأي العام والخاص، لكن حاب نوضح أكثر يعني هذه صورة أكثر ما دام أنا موجودين في هذا المكان ونعرف بالديوان الوطني للسياحة. الديوان الوطني للسياحة أنشئ بمقتضى المرسوم رقم 88214 مؤرخ في 31 أكتوبر 1988، كانت عنده مهام كبيرة وكبيرة جدا للديوان الوطني للسياحة، ثم هناك مرسومين تنفيذيين آخرين عدل هذا المرسوم، آخر هذا المرسوم التنفيذي رقم 92402 مؤرخ كذلك في 31 أكتوبر 1992. أهم التعديلات التي جاءت في هذا المرسوم، عدلت اثنين أساسيين وجوهريين في نفس الوقت. الأمر الأول يتعلق بمهام ديوان الوطني للسياحة والذي سأسرده عليكم لاحقا، والنقطة الثانية تعلقت بهيكلة الديوان الوطني للسياحة، طبعا لأنه كل مرة السياحة الجزائرية تمر في مرحلة يجب أن نتأقلم مع تلك المرحلة. أكيد، نعم. مدام سألتني على مهام ديوان الوطني للسياحة، أشير له أنه المرسوم التنفيذي رقم 92402 الذي أشرت إليه سابقا تحدث في مادته الثانية وكان صريحا على أن مهام ديوان الوطني للسياحة يتمثل في إعداد برامج ترقية السياحة، وحددها في مجموعة من النقاط، وهذه المهام منها
المشاركة في التظاهرات الدولية المرتبطة بالسياحة والمناخية والحمامات المعدنية، تنشيط وتطوير تبادلات مع المؤسسات والهيئات الخارجية في ميدان الترقية السياحية، وكذلك المشاركة في ترقية السياحة ومتابعة العملية المعتمدة في هذا القطاع مع إجراء كل بحث أو دراسة بغية ضبط الأساليب وتحولات السوق السياحية الداخلية والخارجية. هذه من أهم المهام الديوان الوطني للسياحة. نعم. كذلك نص المرسوم التنفيذي رقم أو قانون رقم 0301 المؤرخ في 17 فبراير 2003 حول المتعلق بالتنمية السياحة المستدامة في مادته 26 حول دور الديوان، حيث ركز تقريبا حول الترقية والإعلام السياحي. ونصت المادة 25 أو المادة 26 على أن الترقية السياحية تعتبر ذات منفعة عامة وتقع على عاتق الدولة، وفي هذا الصدد تحظى الترقية السياحية بكل أشكال الإعانة والدعم من الدولة والجماعات الإقليمية، ولهذا الغرض تنشأ هيئة تسمى في صلب القانون الديوان الوطني للسياحة. وكأن هذا القانون قد حدد بشكل أدق مهام الديوان الوطني للسياحة، وهو الترويج للوجهة السياحية الجزائرية. هو من أهم نشاطات الديوان الوطني للسياحة ربما هو الترويج كما قلت، كيف يعمل؟ ما هي النشاطات أو ما هي يعني للترويج أكثر؟ الترويج السياحي نعم. هو يعتبر من أصعب العمليات في عملية التسويق السياحي بصفة عامة. لماذا؟ لأنه يختلف عن الترويج السلعي في 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 كثير من العمليات. لما تروج سلعة معينة قال هي سلعة، هي الخصائص تبعها، هو مثلا شيء ملموس. نعم شيء ملموس. لأنه ماذا يميز الترويج السياحي عن الترويج السلعي؟ أنه هذا شيء مادي وملموس. نعم شيء غير مادي. غير مادي وغير ملموس، وهذا هذه تكمن هنا الصعوبة. لأنه في الترويج الهدف تاعو شنو هو؟ أنك تأثر على السائح بغية لجذب طبعا أكثر. نعم. طبعا، لأنه باه تأثر عليه مش أمر سهل ومش أمر هين، لأنه أصعب سلوك نتعامل معه هو سلوك المستهلك السائح. نعم. لأنه لماذا؟ لأنه المستهلك السائح منذ انطلاقته يعني من بلده، منذ الإجراءات الأولى لطلب الفيزا إلى غاية وصوله إلى غاية عودته. نعم. لأنه أي مثلا في خلال هذه العملية، في خلال هذه السلسلة خلل أو عرقلة يعني يأخذ نعم. صورة سلبية طبعا. نعم. في اي ربما يتعرض الى تصرف مثلا سيء مثلا في المطار، ولا يتعين نعم والله في 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 فندق المقيم فيه ولا في الاستقبال، خليه يدي نظره سلبيه. نعم. وبالتالي هذا الامر حساس جدا بالنسبه للمستهلك السياحي، عكس المستهلك الاخر اللي هو كذلك حساس، لكن هناك فرق واضح وفرق. فبالتالي لما الترويج نحكوا على الترويج السياحي، الترويج يعتمد لأنه الترويج يعتمد على التعريف أو الإعلام، والثاني شيء دولة دليل أكيد. لا الترويج عنده ثلاث نقاط يرتكز عليها الترويج. وش الهدف من الترويج هذا؟ الإعلام، أنه واحد معرفة لوش بمنطقة معينة ببلد معين بسياحة نوع من السياحة موجودة في بلد منه. أنت الآن دورتك أنك تعرف بهذا النوع من السياحة الموجودة عندك. ثانيا التأثير، كيف التأثير؟ التأثير في ذلك المستهلك لإقناعه لشراء المنتج السياحي. لما ينتقل من بلد إلى بلد، هو الهدف تاعه شنو؟ أنه جاء أنك حققت، إذا انتقل السائح من بلده إلى بلدك فأنت قد حققت هدف. وثالثا التذكير، لأنه هناك ربما سياح جاءوا من قبل، أنت الهدف الآن تاعك الآن وشنو هو؟ أنك تذكرهم بأنه وجود منطقة، وممكن وجود حتى أشياء جديدة مثلا في المنطقة، ولا وجود دائما في. نعم. هذا المجال أنك تعتمد في هذا النقاط الثلاثة، قلنا الترويج يعتمد على التعريف والتأثير والتذكير. نعم. لإعادة استقطاب السياح مرة أخرى، ربما هناك التنافس خدمات يعني تقديم هذه الخدمات يكون هناك تنافس أكيد ربما أكيد. هذا ما غير موجود في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للجزائر في أفاق 2030. نعم. في الكتاب الثاني الديناميكيات الخمس. نعم. على رأس الديناميكية الأولى هي تثمين الوجهة السياحية الجزائرية، وذلك بزيادة الجاذبية والتنافسية. هذا شرط يعني. لا ما هو شرط، هذه الديناميكية، لأنه كي نقرأ المخطط التوجيهي السياحة، لأنه استراتيجية الجزائر في التسويق السياحي في الجزائر هي إصدارات يعني المخطط التوجيهي التهيئة السياحية. نعم المخطط هو معروف لدى الجميع، والناس اللي راه في القطاع تعرف هذا الشيء. دار في الكتاب الثاني، هو واحد تكلف متكون من 6 كتب، الكتاب الثاني تحدث عن الديناميكيات الخمس. الديناميكيات الخمس هذه أو الحركيات الخمس على رأسها قلنا تثمين الوجهة السياحية الجزائرية
بزيادة التنافسية وزيادة الجاذبية. نعم. فوكلت هذه المهام بين قوسين ليس للديوان السياحي فقط وحده، حتى القانون رقم 0301 مؤرخ في 17 فبراير اللي كنا أشرنا إليه سابقا لم يقل ديوان فقط، وإنما هناك الدواوين المحلية، هناك الجمعيات المهنية، هناك الوكالات السياحية، وهناك القنصليات الدبلوماسية المتواجدة في الخارج. هذه كلها مسؤولة عن الترويج السياحي للوجهة السياحية الجزائرية. وإن كان الديوان الوطني السياحي المسؤولية الأولى، ومنذ تقريبا تأسيس الديوان وتعديل القانون في 92 إلى يومنا هذا تركز جملة أعماله وأهدافه على الترويج السياحي للوجهة السياحية الجزائرية. ما هي مؤهلات الجزائر في السياحية في جذب السياح أكثر؟ والله إذا تحدثنا عن المؤهلات الطبيعية أقول أن الجزائر تزخر يعني لا تزخر، هي غنية جدا. نعم. لأنه ولو وجدنا عبارة أكثر من هذا بذلك. نعم. نعم لو وجدنا عبارة أكثر من هذا نصف هذا، لأنه البلد الذي تنتقل يعني البلد القارة إن صح التعبير أن نصفه بهذا الصفة، يعني تنتقل أرنا في العاصمة في مناخ، لو تروح الآن إلى المناطق الوسطى تجد مناخ آخر. نعم. ولو تروح إلى مثلا المناطق الصحراوية تجد مناخ آخر. نعم. الآن في الدول الأوروبية تقريبا يعيشوا في الآن الجو الجو. نعم. تقريبا الجو جو بارد، وحتى أنه تقريبا الأوروبيين بصفة عامة يفضلوا الوجهة السياحية الصحراوية لأنه عدة اعتبارات. نعم. لأنه فيها المناخ، فيها الدفء، فيها خاصة كبار السن، وهذا شيء الإحصائيات والأرقام راه تدل على ذلك، أنه كثيرا من الأوروبيين خاصة في الأسواق التقليدية للجزائر اللي احنا دائما نستهدفوها في الترويج السياحي الجزائري، لأنه المخطط التوجيهي حدد الأسواق السياحية التي تستهدفها الجزائر وقسمها إلى 3 أقسام على كل حال، هي الأسواق الوفية والأسواق التقليدية واللي هي 4، هي فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، والأسواق البعيدة اللي هي مثل بريطانيا، النمسا، المجر، هولندا والدول الإسكندنافية، والأسواق البعيدة اللي هي الأسواق الأسيوية اللي هي الصين واليابان، الأسواق الروسية، وأسواق شمال أمريكا اللي هي أمريكا وكندا، وكذلك دول الخليج. هذه تقسيمات. فنحن عندما نروج، لأن الديوان الوطني السياحة ما يخدمش وحده، يخدم في إطار منظومة هي سياحية اللي هي وزارة السياحة اللي تشرف عليها وزارة السياحة، تخدم في هذا المنظومة في إطار استراتيجية. هذه الاستراتيجية الآن الديوان الوطني السياحة قبل 2015 كنا نشاركوا حتى في 11-12 يعني صالون دولي للترويج للسياحة الجزائرية على مستوى كل القارات، لكن للأسف بعد 2015 لهنا تقلصت الميزانية. هذه هي ظروف البلد. فالآن الديوان الوطني تقريبا مركز على الأسواق التقليدية التي أشار إليها المخطط التوجيهي السياحي، وهي الأسواق 4. مؤخرا فقط في 22 جافي إلى 26 جافي كان الديوان الوطني السياحة شارك في الصالون الدولي في تور مدريد بإسبانيا. اليوم الان الوفد انتقل راه الان في ايطاليا لشركه في الصالون الدولي بايطاليا، وان شاء الله كان في مارس كذلك الصالون الدولي في بيرلا في المانيا، وكان صالون دولي الاخر في باريس. تقريبا رانا الان مركزين في هذه المرحله على الاسواق 4 طبعا طبقا للامكانيات الماديه المتوفره للديوان الوطني للسياحه موجوده. نعم. هناك يعني ميزه تكنولوجيا، عامل التكنولوجيا يدخل على تطوير السياحه وجذب اكثر استقطاب اكثر. أكيد أكيد أكيد. الآن ما أصبحناش نتكلم عن التكنولوجيا، الآن يجب أن نتكلم عن استعمال التكنولوجيا. نعم. لأنه التكنولوجيا غزت الآن، تلقى الطفل صغير يعني على مستوى الديوان الوطني السياحة. لا، الديوان الوطني السياحة الآن كيف يستخدم هذه الديوان يعني في جذب أكثر للسياح؟ نعم، الديوان الوطني السياحة الآن استعمل تكنولوجيا، عنده سيت خاص يعني صفحة. نعم. الويب خاص بالديوان الوطني للسياحة، تقريبا فيه كما كنا نحكي عن المؤهلات الطبيعية والتاريخية، الموروث الثقافي الجزائر، نحاولوا كل منطقة نعطوا لها التاريخ تاعها، نحاولوا كل منطقة نبرزوها، نحاولوا أنه نتمشاو مع الفصلية والموسمية. قال أنا في موسم الصيف، أنا الموسم هذا. كاين كذلك الشبكات الاجتماعيه اللي نستعملوها خاصه الفيسبوك، لانه خلاص غزانا الفيسبوك وشيء شيء لا مفر منه. على كل حال هو سلاح ذو حدين، احنا نستعمله في الجانب الايجابي طبعا، عندنا الانستغرام، عندنا تويتر، عندنا اليوتيوب الى غير ذلك، رانا نستعمله فيها كذلك.
كذلك عندنا الومضات الاشهاريه اللي نستعملوها عباره عن سبوت بيبليسيتي، هذو نديروهم كل موسم، ماهوش شيء كثير على كل حال، حسب دائما نرجع نقول حسب الامكانيات الماديه، لكن تكون في موسم اصطياف ولا موسم صحراوي كل مره نحاولوا انه نتماشاو مع الموسم السياحي، وكل موسم نعطوا له الاهميه تاعو والقيمه تاعو، هذا شيء طبيعي جدا. هناك نقائص يعني تعيق يعني السياحه في الجزائر، فما هي سبل النهوض بالسياحه على مستوى دائما الديوان؟ أكيد الديوان الوطني للسياحة كما قلت لك يا سيدتي هو يعيش في منظومة، لا يمكن أن يعيش في منظومة أخرى، يعيش في الجزائر. والقطاع السياحي قطاع حساس جدا، يعني لسوء حظ هذا القطاع السياحي في العالم ككل، يعني تأثر بمجموعة من العوامل، وربما على رأس العامل هذا هو رأس العامل الأمني، لأنه في كل العالم أنه السياحة العامل الحساس جدا الأمن يعني هو الأمن والاستقرار. أنا الحمد لله الجزائر الآن عايشة في أمن استقرار لا يشك في ذلك، ولو أنه يعني المحيط احنا ما زال يعني يعيش بعض التوترات على الجنوب وعلى الشمال الشرقي، لكن إن شاء الله نأمل أن يكون هناك استقرار و هناك هدنة إن شاء الله، لأنه هذا الشيء يخدمنا نحن وإحنا بلادنا، يعني الحمد لله رانا الآن نعيش في أمن واستقرار. لكن الجزائر تملك يعني رصيد سياحي كبير يعني، وهي في مقدمة الدول الإفريقية من حيث جذب السياح، لكن كيف نقوم ب يعني جذب أكثر واستقطاب أكثر؟ لا لدينا صناعة تقليدية، لدينا حرفيين، لدينا لا شوف الجزائر ما هيش شيء في الريادة في استقطاب السياح، لا كاين دول في المقدمة نعم، الدول الأولى نعم بين الدول يعني بين الدول المقدمة. سابقا كان يطلق على الصين يقولوا الدب النائم، يعني انه اقتصاد راح يتطور، انا اطلق على السياحه ما نقولوش السياحه النائم، ولكن نقول السياحه الاقتصاد الجزائري اللي راه الان نقولوا نعتبره نائم والله هادئ الى حين يعني، لكن والله الجزائر يعني عندها امكانيات، ولما احنا في نتحثوا احنا في ديننا في اخلاقنا في تربيتنا في ديننا انه النظافه داخله في ديننا، نتنظف حيك، تنظف محيطك، تنظف، لانه السائح الاجنبي دائما اول صوره يجي ياخذها عليك ياخذ على نظافتك، ياخذ على تعاملك انت كشرطي ك ك ك ك ك كرجل ديوان ك ك كمستقبل في فندق، لما تبتسم ولما تكلموا بكلام لطيف ولما الاستقبال وحسن المعامله هم يعني هذا 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 في صلب ديننا نحن، يعني هذا في صلب ديننا المعامله الحسنه يعني. اكيد نبقى مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لمواصله النقاش. الفاصل لم يكن جاهز، نكمل الحوار. عزيز إطار بالديوان الوطني للسياحة، نتكلم عن تضافر الجهود وتكاثف الجهود للنهوض بقطاع السياحة خاصة السياحة الصحراوية، تكلمنا عن هذا الجانب. السياحة نقدر نعتبر نقطة هي القطاعات الأخرى. نعم. السياحة لا يمكن أن نقوم باقتصاد سياحي معزون عن باقي القطاعات الأخرى. لما نتحدث عن السياحة نتحدث عن النقل، لما نتحدث عن السياحة نتحدث عن الجانب المصرفي والجانب المالي. نعم. لما نتحدث عن السياحة نتحدث عن الفيزا ونتحدث إجراءات الفيزا. نعم. والتأشيرة. نعم. وتسهيل يعني الأمور. نعم. لما نتحدث عن السياحة نتحدث عن نظافة محيطنا ودور الجماعات المحلية ودور البلديات. نعم. ودور المواطن، لأنه ينطلق ربما أبسط الأشياء تؤثر يعني في الجذب السياحي. أنا في بداية الكلام قلت لك أصعب مستهلك نتعامل معه هو المستهلك السائح. لماذا؟ لأنه أبسط فعل مرد فعل ممكن من موظف عليه سلبا، وبالتالي أصعب شيء أنه نتعامل مع هذا المستهلك. وقلت أنه أنت طرحتي السؤال قلتي كيف يمكن أن تتضافر الجهود، لازم تتضافر كل هذه القطاعات كل مع بعضها يعني كل لما, يعني لما, لما نتكلم مثلا عن الجانب المصرفي لازم تكون هناك مكاتب صرف مفتوحة، لما تكون هناك الآن السياحة التأشيرة الآن راه تأشيرة إلكترونية المفروض رانا مشينا فيها خلاص. نعم. الآن تأشيرة إلكترونية تقدم في المطارات، يعني تطلب يعني السائح يطلبها في الانترنت 48 ساعة مثلا قبل ما يدخل البلد يطلبها، يوجد لما يوصل إلى المطار يوجد التأشيرة تاعه يعني موجودة. نعم. نعم هذا يسهل عليهم الالتحاق. وهنا نتكلم عن التراث اللامادي، اكيد الجزائر مشهوره بهذا الصنف من نعم خاصه يعني السياح الاجانب.
شوف احنا بلادنا، انا مؤخرا فقط كنت نطالع في كان واحد السياحه هي السياحه العلميه واللي رانا لحد الان مغيبه. نعم. عباك في منطقه يسموها في منطقه الاغواط في احد البلدات يسموها اعتقد حاسي دلاعه، كاين منطقه تاع النايزك. سقط نايزك يعود الى ثلث حسب الخبراء الى نعم. تقريبا 3 ملايين سنه. أيه. هذا النايزك هذا وقتها بدات الدراسه عنده الا في حوالي 1987 لخبراء هذا المكان مفتوح على الطبيعه، او يعني مفتوح على الطبيعه. نعم. نعم. وربما كثير من الجزائريين يجهلونه ربما حتى سكان الاغواط ربما يجهلونه. هذا الموقع هذا يعني كان لو يعني درنا له برك الترويج لازم كان يكون قبلة لطلبة العلم سواء في الجامعة الجزائرية ولا في خارج الجامعة الجزائرية. نحكي لك في 1987 جاءوا خبراء حتى من أمريكا وقعدوا مدة مع خبراء جزائريين يعني يتواصلوا ويقولوا بأنه هذا المكان حوالي يحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث تاريخ المدة، حوالي 3 ملايين سنة قبل أن نحكي لك 3 ملايين سنة، يعني مش أمر سهل ولا أمر هين. يقولوا أنه يحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث لأنه كان أربعة مناطق حدث فيها سقوط النفي الجزائر، هذا المكان يحتل نعم. فهذا في بلادنا يصبح يعني هذا قطب سياحي ربما. أكيد. قطب سياحي علمي أكيد، خاصة العلماء والباحثين. نعم سيدي الكريم، نواصل النقاش لكن بعد هذا الفاصل الإشهاري ومضى إشهارية لتاج القرآن، هذه المسابقة التنافسية التي ستجرى بإذن الله في شهر رمضان المبارك. تاج القرآن الكريم في طبعته العاشرة على قناتكم قناة القرآن الكريم. باب التسجيل مفتوح لكل من تراوحت سنه ما بين 18 و 35 سنة من الجنسين ذكورا وإناثا، شرط أن لا يكون قد سبق له دخول المعهد من قبل في الطبعات السابقة. قم بتسجيل فيديو لك وأنت ترتل القرآن في مقطع لا يتجاوز 4 دقائق كحد أقصى، سواء كانت التلاوة ترتيلا أو تجويدا، وارسله عبر تطبيق الفايبر على الرقم الآتي 06-98-36-22-87. التسجيلات مفتوحة في الفترة ما بين 10 جانفي إلى 10 فيفري 2020. للاطلاع على تفاصيل أخرى وشروط المسابقة زوروا موقع التلفزيون الجزائري والصفحة الرسمية لقناة القرآن الكريم. تاج القرآن الكريم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تحية مجددة للجميع ولكل من يتابع برامج قناة القرآن الكريم وبرنامج ضحى، لكل أوفياء ضحى البرنامج. يمكنكم متابعة برامج قناة القرآن الكريم عبر الصفحة الرسمية في الفيسبوك وكذلك عبر اليوتيوب قناة القرآن الكريم الجزائرية. نرجع للنقاش مع السيد مضي عبد العزيز، نتكلم ربما عن أهم نشاطات الديوان الوطني للسياحة يعني داخل الجزائر. الديوان الوطني للسياحة تقريبا يعيش مع الحدث خاصة. نعم. في يواكب الأحداث. نعم يواكب الأحداث وتقريبا مع بداية كل موسم، لأنه احنا عندنا الموسم الاصطياف اللي راح يبدأ تقريبا من أول جوا حتى إلى غاية 31 سبتمبر، وثم نبدأ الموسم الشتوي أو الموسم الشتوي اللي راح تقريبا يبدأ من أول أكتوبر إلى نهاية أفريل، أو الموسم الصحراوي لأن تقريبا ركزوا عليه في الموسم الصحراوي، لكن هو الموسم الشتوي يضم كل السياحة الجزائرية، وإحنا عندنا السياحة الجبلية وما فيها والسياحة الصحراوية سياحة الحمامات إلى غير ذلك. احنا تقريبا في كل بدايه موسم ننظم رحلات صحفيه او سميها ما شئتي، تقريبا تجوب من الشرق الى الغرب وبعض الاحيان الى الجنوب، نكون فيها دعوات تقريبا الى كل الصحافه المحليه. نعم. الصحافه المحليه بكل قنواتها طبعا. أكيد. ونتحملوا كل المصاريف يعني الديوان الوطني للسياحه، ومعنا حتى مديريات ولائيه للسياحه لكثير منهم يعني يقف معنا في هذا الامر، وننطلق القافلة تروح للشرق، قافلة للغرب، قافلة للجنوب، من أجل الترويج. نعم من أجل. نعم. الترويج وتغطية كل المناطق السياحية. نعم. الجزائر يعني الشكفوك نعاودوا
رولونسيو الترويج تاعنا حتى وانا نديروها، لكن كل عام نعاودوها. ربما هو الهدف الاساسي للديوان هو الترويج. نعم. ترويج اكيد السياحي. لانه تخيلي وصلنا حتى ل 70 75 يعني تغطيه صحفيه لهذا المناطق السياحيه اللي يزورهم في الجزائر، تخيلي في الجنوب، تخيلي في الشرق، تخيلي في الغرب، وتخرج حتى مقالات صحفيه الى غير ذلك. هذا في حد ذاته يعتبر هذا هو الترويج في صلبه يعني. نعم. هذا هو الترويج. أكيد. لانه لما تعرف احنا المواطن الجزائري دائما مش نعرفوه، دائما نذكروه، قال لما عليش حتى تاع الشرق يشوف تاع الغرب، تاع الصحراء يشوف تاع الشمال. حتى ربما السياحة داخل الجزائر يعني السائح يكون جزائري. نعم السياحة داخل ليس شرط يكون أجنبي أو يعني. نعم نعم أكيد احنا نشجع السياحة الداخلية، ودائما نقول الجزائر اكتشف، نقول المواطن الجزائري اكتشفوا بلادكم، روحوا للصحراء. جمال الجزائر نعم. واسع. نعم. نعم واسعة 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 جدا يعني. أنا قلت لك قبل قلت لك كنا نتبعوا أنواع السياحة موجودة في الجزائر ونستغلوا منها، واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة كافية لأنه ترتقي بالسياحة الجزائرية إلى أعلى المستويات. لكن كما نقولوا بالمعنى تاعنا الخير وقت جاي ينفع، ما راحش الحال. احنا ان شاء الله رانا ماشيين ان شاء الله دائما من اجل ترقيه السياحه اولا وترقيه البلاد الجزائريه ان شاء الله وضعها في السكه. اكيد صحيح. نعم تكلمنا على العراقيل، على النقائص، عن دور ومهام الديوان الوطني للسياحه، ربما نتكلم عن البرامج المستقبليه. والله نحن دائما نعمل كما قلت لك خاصه سابقاً. يعني بالتنسيق مع في الخارج ولتسهيل مهام الحرفيين و احنا الصالونات الدوليه هذه لنقل ثقافه الجزائر الى الخارج. نعم. الصالونات احنا الصالونات الدوليه هذه اللي نشارك فيها لما الديوان الوطني يشارك ما يشاركش كديوان وحده، احنا لما نروح نروح بوفد. الوفد هذا يتكون من مجموعه من وكالات السياحه والاسفار، يتكون من مجموعه من الحرفيين، يتكون مجموعه من المؤسسات التمثيليه للدوله، مثلا مؤسسه لونات ومؤسسه لاغروب داشيتي تاعنا، ويروحوا كلهم ويمثلوا الجزائر. عندنا حرفيين مثلا مؤخرا في مدريد شارك معنا حرفي في الرسم على الرمال والله هو من مدينة الأغواط، يعني إقبال منقطع النظير يعني. تخيل ربما هذه الصنعة أو الحرفة غير موجودة هناك. نعم اكيد غير موجوده. نعم. غير موجوده. كانت سيرامي كان ثاني شاركوا معنا في الصالونات، يعني توجد اقبال، يعني تخيل اقبال منقطع النظير يعني. حتى الحرفي المسكين يقول لك تعبت خلاص. انا والله اليوم راني مش قادر نكمل النهار، ويعني شيء جديد. نعم شيء جديد. وحنا دائما حتى الوكالات السياحيه نروحوا معنا. لماذا؟ لانه في الصالون الدولي هذه فرصه لالتقاء كل المتعاملين من كل دول العالم، لانه الصالون هذا مش لو حتى مثلا شاركوا في اسبانيا ولا فرنسا ولا في ايطاليا، لكن المشاركين فيه المتعاملين هم كلهم جاءوا من انحاء العالم، وبالتالي انت تربط علاقات ربما مع اسبان، ربما مع دوله اخرى الى غير ذلك، تبني صفقات عمل خلال هذه الصالونات. خلال هذه الصالونات. نعم. حتى أن هذه ربما لا تعد يعني ليست حرفة فقط، ربما فنية. أكيد. خاصة الحرفي الجزائري عنده يعني أنامل الله يبارك ما شاء الله عليه، يحب ينقل هذا الفن للخارج الوطن، لكن ربما يلقى صعوبات على مستوى التأشيرة، على مستوى المشاركة يعني. هل هناك يعني اجراءات؟ صالونات دوليه على كل حال مفروض يكون هناك مدير العام للصناعه التقليديه في الوزاره حاضر يعني، ممكن يتحدث لكم احضر. لكن كاين صالونات دوليه متعلقه بالصناعه التقليديه، وفي الحقيقه الصناعه التقليديه الجزائريه يعني عرفت من ناحيه التنظيم، من ناحيه القوانين، من ناحيه الان كنا نشوف كل ولايه الان عندها غرفه صناعه تقليديه، كل ولايه عندها دار، وهي بوابه يعني للكسب استقطاب السياحة. أكيد 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 أكيد, نعم. أكيد 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 لأنه هي راه تمثل مرجعية لنا كجزائريين، هوية لنا كجزائريين. نعم. هذا الشيء لازم نحافظوا عليه ولازم نورثوه للأجيال، ما نقدروش نستغنوا على هذا الشيء. هذه هوية تاعنا، ما نقدروش. عندنا البرنوس نحافظوا على البرنوس، عندنا القندورة البسعادية نحافظوا على القندورة البسعادية، عندنا القشابية نحافظوا على القشابية. هذا برك نموذج فقط يعني، لأنه كان تروح لكل مدينة، تروح القسطنطينة. نعم تروح القسطنطينة تلقي عندها صناعة تقليدية تاعها متعلقة حلويات ماديه وغير ماديه. نعم يعني. نعم وتوجدي. وحنا سبحان الله الجزائر بلد القاره فعلا، لما تروحي المنطقه في الشرق وتروحي المنطقه في الغرب وتروحي المنطقه الوسط وتروحي المنطقه الشمال تلقي اشياء اختلاف مبهر. نعم اختلاف مبهر، تنوع جميل جدا، تنوع يعني. يعني حفظ الله الجزائر باختصار ان شاء الله. ان شاء الله. وعن تكلمنا ربما عن المشاركات وعن البرامج، كيف تخصصون يعني الجانب السياحي لهذه الفئه من الحرفيين؟ طبعا احنا قلت لك دائما عندهم
احنا قبل ديجا اصلا قبل ما نشاركوا في الصالونات هذه نديروا اعلان صحفي في بارطاجا حتى في الفيسبوك تاعنا في الشبكه الاجتماعيه في الانترنت تاعنا لاي حرفي او اي وكاله سياحه تحب تشارك مرحبا بها بشرط انه يكون عندها برنامج أكيد. يكون عندها برنامج وأهداف. نعم برنامج واهداف مش المشاركه من اجل المشاركه. قال وكاله سياحيه الان عندها برنامج اللي راح تروح تشارك في الصالون الدولي لانه راح تتلاقى مع متعاملين اجانب راح تدير مفاوضات راح تدير اتصالات لازم يكون عندها برنامج سياحي داخل الجزائر لازم تروح تشارك في هذه ما فيهاش نقاش. وفي نفس الوقت الحرفيين اغلبيتهم عندهم يعني اشياء انا مثلا اعطيت لك هذا مثال تاع الرسوم على الرمل يعني ما يجيش لوحة مرسومة لكن تكون هناك ورشة حية في في المكان يعني داخل الجناح الجزائري ورشة حية ويشوفوا الآن كيف يخدم لهم اللوحة ينطلق من الصفر كيف يستعمل الرماة كيف يلونها وإلى غير ذلك حتى يعني تخرج لوحة يعني وأجمل يعني نعم يعني استقطاب تلقي أكثر. استقطاب تلقي متابعة تلقي تصوير تلقي يعني وزيد هو مع اللباس التقليدي تاعه الجزائري اللي نفسه يعني مع نعم على اللحفة مع البرنوس مع هذا يعني يعطي صورة جميلة جدا فعلا يعني نعم انتباه السياح والعكس هنا يعني في الجزائر ربما هناك مناطق مفتوحة على الطبيعة كمثل المنطقة التي تكلمت عنها في مدينة الأهواط والنيزك ربما هذه لا تحظى بالاهتمام أو بالإعلام الكبير. الآن أنا قلت لك دور الدواوين المحلية دور المديريات الولائية أنا لا ما أحملهمش المسؤولية لكن لازم تحركوا لازم هناك أيضا يعني أماكن ومواقع أثرية مفتوحة على يعني هي فضاء مفتوح على الطبيعة لكن لا يوجد يعني عامل أو يعني لحمايتها من لا احنا كنا نروحوا فقط للطاسيلي ولا نروحوا لهوغار نلقاو متحف تاريخي مفتوح على الطبيعة مفتوح متحف محمي يعني محميات اللي يعني. نعم هي محميات ومصنفة في التراث العالمي وكثير من الأوروبيين يعني تشوف تاريخ لما تعيش في ذاك المكان وتشوف ذيك الصور القديمة تاع الإنسان الأول وكأنك انتايا وأنا عايشين في القرن العشرين لكن ترجع بك الأزمنة إلى أزمنة يعود بك الزمن يعود بك الزمن إلى الوراء وتوجد نفسك عايش يعني في ذيك منطقة سبحان الله الناس عاشت هنا صورت تشوف مثلا صور تاع حيوانات صور الإنسان كيف كان يفكر هذا كيف كانت المعيشة تاعه وكيف كان كيف كان يتخيل هل الإنسان هذا كانت عنده صورة أنه يوما من الأيام بعد آلاف السنين بعد ملايين السنين يأتي هناك جيل بعقلية أخرى بحياة أخرى بنمطية حياة أخرى شيء لما تعيش أنت لما تروحي المنطقة مثلا كما الهوغار يعني قلت لك تعيشي في عبق التاريخ عبق الزمان لأنه الأصل السياحة وشنو هو أصل السياحة وليس انتقال الأجداد ولكن انتقال الأرواح من مكان إلى آخر لما تروح إلى منطقة سبحان الله وكأنك تحس أن الصدر تاعك انشرح لأن الصدر تاعك سبحان الله وأنه تروح للصحراء وتشوف الصحراء الأنواحة الصحراء تشوف الرمال الذهبية تشوف الرمال الحمراء تشوف روعة الخالق يعني في 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 وإبداعاته في, في الطبيعة يعني شيء جميل جدا يعني حتى الشافعي يقول في بيت جميل جدا يقول لك سافر تجد عوض عمن حتى يقول إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يسلي وإن لم يجري لم يطيب حتى الإنسان لما يتنقل في نفسه تتبدل له الحياة تنشط الحياة تروح وتعود ترجع لبلادك ولا تروح وتعود ترجع للمنطقة تاعك ولا تروح وتعود ترجع الأسرة تاعك تجيب نفسية غير النفسية التي ذهبت إليها حتى وإن لم تكن مثلا الخدمات في مستوى المتطلع والمستوى اللي كنت مثلا استنى فيه وذيك منها لكن ترجع دائما بنفسية أحسن من النفسية اللي انطلقت بها لأنه أصل السياحة أنه دائما الإنسان يشعر بالسعادة يشعر بالراحة يشعر بالإطمئنان يعني والحنين نعم. إلى الماضي يعني ومعرفة نعم. أشياء ربما لم يعيشها أكيد يعيش تلك اللحظات في ذلك المكان في ذلك اللحظات نعم. نعم تكلمنا عن العراقيل يعني من أجل الصالونات والنشاطات نتكلم العكس هنا يعني في الجزائر لننقل هذه الصورة عن صورة جميلة للجزائر للسياح توفير الخدمات توفير كل شيء يعني من أبسط شيء إلى حتى يعود السائح مرة أخرى. الآن به نكون صراحة الجزائر تأثرت بعشرية مرت بها الجزائر والعودة ليس بالأمر السهل وبالأمر الهين لأنه كنا في قلت لك مؤخرا في الصالون الدولي بمدريد أهم يعني جونا طلبة غير جزائريين طبعا طلبة إسبانيين
أهم سؤال يطرحوا علينا هو سؤال الأمن، عندكم الأمن ولا سكيورتي في البلاد وذلك. فإحنا الآن هو الحمد لله نعم الحمد لله أنا هذا الدور تاعنا ونحوس نوصلوا لهم هذه الرسالة الآن. مرحبا بكم يعني الجزائر يعني نعم. الحمد لله نعم. وبالتالي الجزائر راح تمشي في خطوات خاصة في الاستثمار، يعني الجزائر في مخطط توجيه الهدف تاعنا توصل إلى 250 ألف سرير. الآن حدنا في الجزائر وصلنا إلى عدد 120 ألف سرير، غير كافي لكن أحسن من اللي كنا، أحسن من اللي كنا بمقارنة بسنة 2001. هذا تنافس نعم كاين تنافس فتح نعم. الاستثمار الخاص ما زالت هناك، لا نكون صراحة مع بعضنا ما زالت هناك بعض العراقيين اللي دائما في وزارة السياحة نسعى، وعلى قلت لك أن الآن السياحة ماشي وحدها، الآن السياحة مرتبطة بالبنوك وهذا نطالبوا بأن يكون بنك خاص بالاستثمار نعم. السياحي، بنك خاص بالاستثمار السياحي، تكون هناك في الجانب الصرف مثلا باش ما نطرحوش في اشكال، تكون هناك مكاتب خاصه بالصرف لانه حتى لما يجي السائح ما يلقاش هذا الاشكال وينتظر وقت البنكات تفتح 8 وتسكر 3 ونعيشوا في هذا الاشكال. لازم تكون هناك تسهيلات فعليه فعليا لتطوير القطاع السياحي، وهذه اللمسات هي التي تضفي نوع من المرونه على السياحه الجزائريه. لو تكلمنا على المناطق الداخليه او المناطق النائيه، كيف يمكن النهوض بمجال السياحه في هذه المناطق خاصة التي ربما غير مسلط عليها الضوء إعلاميا و المناطق الداخلية يعني تسخر يعني بعدة أشياء. أكيد أكيد لما ذوق الآن لما يعني الديوان لديه يعني مراكز هناك يعني على مستوى مديريات سياحة. الديوان الوطني للسياحة المفروض عنده تمثيليات في الخارج والمفروض عنده مديريات جهوية في الوطن، لكن للأسف لحد الآن هذه لما رغم أنه القانون الأساسي موجود لكن غير في أرض الواقع غير موجودة. وإحنا دائما من هذا المكان نقول نطالبوا أنه نفتحوا باش تكون هناك تمثيلية، فرصة يعني فرصة نعم. لأنه لما تشارك في الصالون الدولي مثلا في منطقة ما باش يبقى هذاك التواصل مع المتعاملين وتبقى تتبع وتبقى السيرورة العمل، لازم يكون هناك تمثيليات في المكان المناسب. ولو أنه هذا المهام بين قوسين القانون حددها القنصليات والتمثيليات الموجودة في الخارج، لكن هذا ما يغطيش جانب معين لأنه لازم يقوم بها الديوان في هذا الأمر. يعني نتمنى وضع قطاع السياحة في على القاطرة الصحيحة وفي السكة الصحيحة. شكرا جزيلا سيد ماضي عبد العزيز إطار بديوان السياحة، شكرا جزيلا على هذا التوضيحات كل هذه التوضيحات. مشاهدينا الأكارم نترككم مع هذه الوقفة الإيمانية. سبحان الله هذه أسماء الله الحسنى نفعنا الله وإياكم بها. مشاهدينا الأكارم نلتقي مع الأستاذة شهرزاد عزوزة بعد فاصل شفاء الروح. صباح الخير سيدتي الكريمة، أهلا وسهلا بك معنا في ركن شفاء للروح. تحية طيبة لك فتيحة، تحية طيبة للسادة المشاهدين الذين أسعد دائما يعني معهم في هذا الركن ونحن نتحدث عن شفاء الروح. شعور متبادل أكيد. تكلمنا عن مظاهر الأمراض القلبية خاصة التكبر والكبر، تكلمنا عن الأسباب المظاهر، نتكلم اليوم عن العلاج. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. في الحقيقة نحن دائما نضع السادة المشاهدين يعني في الصورة ونحن نتحدث عن التوازن النفسي أو الصحة النفسية في القرآن الكريم النفسي. وما وعدنا الله سبحانه وتعالى من أن الإنسان الذي يتزن يصل إلى الحياة الطيبة أو الحياة التي فيها سعادة، والسعادة يمنشد الكثير من الناس. والله سبحانه وتعالى من عدالته في هذا الكون أنه لم يعلق سعادتنا بالأشياء، وإلا لقال الفقير ربي أنا ليس لي إنما عند الغني، وإنما علقها بشيء آخر وهي أفراح الروح وعلقها بهذا القلب. وكيف يمكن لهذا القلب أن يحصل هاته السعادة؟ إذن هي في متناول الجميع الناس. ونحن نتحدث عن هذا التوازن كنا تحدثنا عن محاور عدة ووصلنا إلى تزكية النفس، وقلنا يستحيل الإنسان أن يصل إلى توازن نفسي أو يكون في صحة نفسية إذا كان قلبه بها أو به أمراض قلبية. ووقفنا نعم على أخطر مرض رأينا أشار إليه القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة على أنه الأخطر بحال، وقلنا أنه أشبه بمرض السرطان.
يبدأ جزء حتى يستولي على القلب فيضعف قلب الإنسان ويصبح هذا الإنسان معرض للزلازل، معرض للمشاكل، معرض إلى العواصف النفسية إلى غير ذلك، ويستحيل لقلب متكبر أن يعرف الله حق معرفة أو أن يستقبل الأنوار الربانية كما يجب أن تستقبل. فلذلك وقفنا عنده، وقفنا عند الأسباب، وقفنا بعد ذلك عن المظاهر. نحن اليوم ندخل في مسألة العلاج، والعلاج نعم هو عبر ثلاث مراحل، نتمنى يعني أن مع بعضنا البعض أن نقف على مدلولاتها. أول شيء قلنا أشرنا إليه في الحلقة الماضية ومسألة الإدراك، الإدراك أن تدرك خطورة هذا المرض. نحن ربما الآن نتكلم فاتحة وبعض الناس يعني في عالم آخر، يعني الهم كله الدنيا دنيوي، نعم، مع أن كل يوم كل يوم نسمع الحوادث التي تحصد هذه الأرواح، ناس تنتقل إلى العالم الآخر، وقلنا هذه النقلة خطيرة جدا، لأنه لابد أن نعتني يعني كيفية النقلة. رب العالمين هو الذي يحدد لنا كيف نموت، ولكن رأينا ماذا أخذنا معنا، ماذا نأخذ، نعم، كيف هي قلوبنا، الزاد، نعم، نعم. فلذلك الإنسان الذي يتفقد سيارته كل يوم، يتفقد أشياءه كل يوم، الأولى والأحرى أن يتفقد قلبه أيضا كل يوم، ماذا يوجد فيه. فلذلك الأمر خطير، خاصة إذا تحدثنا عن الكبر. فقلت إذن الإدراك هو الذي يحرك إرادة الإنسان، فكلما الإنسان أعطى أهمية للموضوع وكلما وقف على يعني حجم هذا الموضوع في ديننا، فسيدرك بعد ذلك خطورة هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يبحث عن العلاج، نعم، لابد أن يدرك أن مسألة الكبر تمس بعظمة الله. رأيتي كيف لما هي خطير جدا، يعني تشخيص مرضي، نعم، قد يدخل حتى في الندية مع الله تبارك وتعالى كما قلنا في حلقة ماضية. فقلت إذن هو خطير، والله يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نافسني فيهما أدخلته ناري، وفي رواية فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. فلذلك كبرياء لله وحده، نعم، لله وحده، نعم، ورداءه سبحانه، نعم، وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يأخذ أن يلبس هذا الرداء، نعم. والله سبحانه وتعالى أعلنها من فوق سبع سماوات أنه لا يحب المستكبرين، قال إنه لا يحب المستكبرين، أعلنها لك من فوق سبع سماوات أنه لا يحبك وأنت تتكبر على خلقه. ثم أخطر من ذلك قال بأنه سيصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. رأيت كيف؟ إذا توعدهم أنا سأصرفكم عن آياتي، لن تنتبهوا إذا استمرتم في هذا الكبر. أخطر من ذلك قال سأصل لمرحلة، سيصل لمرحلة ماذا؟ سيطبع على قلبه، بمعنى قفل، لا يمكن أن يستقبل أي هداية وأي نور، وهو خاصة إذا وصل إلى مرحلة قلنا يعني مرحلة أخيرة في مسألة هذا الكبر. قال سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، متكبر جبار، يعني، نعم، جمع بينهما سبحانه وتعالى، لأن التكبر هو طريق لأن يصبح الإنسان، نعم، جبار، للتجبر، يصبح الإنسان جبار، ظلم، نعم، ويظلم ويبطش بالناس وهو يظن أنه على حق، للأسف الشديد، لأنه سيصل لمرحلة يرى نفسه، رأينا أنه لا يأخذ نصح من أحد، أن له القدرة القوة، ولا يدري أن هناك دائما من هو الأقوى منه وهو الله تبارك وتعالى. إذن الطريق خطير والإدراك مهم جدا، لذلك المسلم عليه لا يبعد عن مجالس الذكر، دائما هناك كلمة تدخل القلب. نحن نقول المتكبرين يعني ليس في قلوبهم إيمان، قد يكون في قلوبهم إيمان، نعم، قبل أن يصلوا للمرحلة الأخيرة. فلذلك النبي قلنا يعني في حلقة ماضية جميل جدا أن هذا المرض هو لا يأتي دفعة واحدة مثل قد سرطان، مراحل، نعم، نعم، جرح، يعني جزء جزء حتى يمتلك قلب الإنسان. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل يذهب بنفسه يعني حتى يصبح من الجبارين فيصيبه ما أصابهم. إذن يذهب بنفسه ما معناها؟ معنى مرة على مرة، مراحل، يأخذ مثلا مسؤولية، يرى نفسه مسؤول على مجموعة من الناس، يبدأ يرى نفسه أقوى منهم، أعلى منهم، أفضل منهم، يعني، نعم، ويبدأ بعد ذلك يظلم هذا، يأخذ حق هذا بناء على فكرة معينة، يعني لم يعجبه هذا، ربما هو ند له أو قوي في طرحه أو كذا، يعني، نعم، فيبدأ بهذا الشكل، ويبدأ هذا المرض يستطيل في نفسه، يستطيل إلى أن يصل لمراحل متأخرة، لا ينفع فيها العلاج، نعم، من الصعب، نعم، ولكن ليس مستحيلا. وقلت أن ابن القيم عليه الرحمة رضوان يقول كلام جميل ها هنا، يقول أن هذا الإنسان كان له عمل خيري والله نظر إليه نظرة رحمة، قسم الله ظهره
رأيتي يأتي له بمصيبة تكسره، ترجعه من هذا العز الذي رأى نفسه فيه إلى الذل والإهانة، حتى يطهره الله من هذا نعم، ويخرج جذور هذا من قلبه. نعم. العلاج الثاني لهؤلاء في بدايته رأيتي كيف هو، ماذا أيضا يعني العلاج بالضد نسميه، ضد التكبر ما هو؟ التواضع. التواضع، حين ذلك يحمل الإنسان نفسه على التواضع. هناك بعض الناس تكره حتى أن تجلس مع الفقراء، أو قد تعطي صدقة لكن تجالسهم، أو مثلا والنبي كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، بعضهم حتى قلت المسجد عندما تقول اذهب يعني المسجد تسمع وترى المؤمنين، هذا يرفع همتك. نعم، يقول لك لا 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 تخدمون هكذا عندهم، رأيت يقول لك مليء المكان مليء بالناس وأنا لا أتحمل رائحة كذا ولا أتحمل كذا ولا ولا ولا، وهو يغذي هذه الجوانب في نفسه. فقلنا إذن يحمل الإنسان نفسه على التواضع، نعم. مع الناس، مجالسة الناس يعني، نعم. ما مع الوقت أي شيء تكرسه مرة على مرة يصبح خلقا أو خلق من أخلاقك، رأيت كيف؟ ثالث شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى علاج الكبر. قلنا أن الكبر قد يكون شجرة في قلب الإنسان لا تظهر أغصانها ولا يظهر في سلوكاته، ولكن يحرف أنه موجود، وهو الكثير هذا موجود فينا، رأيت كيف؟ الناس تحارب هذا المظهر فيها، ولكن قد يكون في القلب. فالنبي عالجه من جذوره، وجذوره هي ماذا؟ هي قوله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نعم، جعلناكم شعوبا، يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن موجود هذا صحيح التباين بين الناس، تباين غني فقير، إنسان عنده مثلا نسب عالي وهو وناس أقل منه، ولكن لماذا هذه الأشياء جعلها الله؟ هل يتفخروا على بعضهم البعض وليسخروا؟ نعم، ليتعرفوا على أعرف نفسي أنا فلانة بنت فلان إلى غير، لأعرف نفسي، رأيت كيف، وليس لأفتخر بها على الناس وأرى غيري أقل مني. فالنبي حاربها بشكل عملي داخل المجتمع. فلذلك قلت هنا الضد، عندما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة دخل في جدال حاد مع بلال رضي الله عنه، هو من الضعفاء بلال وهو من كبار الصحابة أيضا، فقال له ناداه قال له يا ابن السوداء، ذكره بلون أمه، رأيت كيف؟ فحز في نفسي بلال هذا الأمر، فذهب إلى النبي واشتكى، نعم، أخرج ما في قلبه. فالنبي استدعى أبا ذر الغفاري وقال له أتعيره بأمك يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما زلت جاهل. طبعا هذا الأمر هز أبا ذر الغفاري، هز قوية جدا، أنا ما زلت من إذن الناس التي تتفخر على بعضها البعض وترى نفسها كذا في نسبها، وهي أمور أعطاها الله تبارك، تفخر بشيء أنت ربما أنجزته وليس بشيء أعطاه الله لحكمة سبحانه وتعالى، أكيد. نعم، فماذا فعل سيدنا أبا ذر الغفاري ليؤكد لنفسه أنه قد نزع هذا؟ ذهب إلى سيدنا بلال رضي الله عنه ووضع وجهه أمام قدمه وقال له طأها يا بلال، طأ وجهي هذه وأنا من الأشراف، رأيت، بقدمك هذه السوداء. فطبعا مسح على قلب بلال بعد ذلك. إذن قد يقع منهم الأخطاء، لكن انظر العلاجات عنده مباشرة، يعني مباشرة ينفذ. نعم، أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حادثة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن أبا سفيان مر على سيدنا سلمان وصهيب وبلال، فهم ذكروا له كلاما يعني قالوا أن الله يعني لم يأخذ يعني بسيفه سبحانه وتعالى من عدو الله، كلما أخذ يعني ما زال أبا سفيان قائم على يعني على إلى غير ذلك. فأبا بكر أراد أن يستدرك هذا الأمر فقال تقولون هذا الكلام لسيد قريش، رأيت كيف؟ عظمة يعني. نعم. فلما ذهب أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني هذا الأمر، قال له لعلك أغضبتهم، لأنهم كانوا من الضعفاء، كانوا فقراء وضعفاء، سلمان وصهيب وبلال وكلهم من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي، لم ينظر إلى أنه أراد أن يطيب نفس أبا سفيان، وإنما نظر للضعفاء، فقد يروا أن أبا بكر هو من الأشراف أيضا قد تعالى عليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أغضبتهم، فإن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. طبعا خاف، اهتز أبا بكر من هذا، فرجع إليهم قال أغضبتكم؟ قالوا لا، غفر الله لنا ولك،
رأيت كيف تمسح على قلبي يعني. أحاولت كثيرة تلك المرأة السوداء التي كانت تعمل في المسجد تنظف القمامة إلى غير ذلك. لما توفيت سأل عنها، نعم سألها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال له أنها قد ماتت يعني عاتبهم أنهم لم يعلموه، ثم قال يعني دلوني على قبرها، فذهب فصلى على قبرها رفعة لشأنها، رغم أنها كانت امرأة يعني عاملة في المسجد لا ينظر إليها الناس. فأراد النبي أن يعلم الناس نعم أن نعم وأن هذه وليست فكرة التواضع فقط، وأن لا فرق بين الناس، وهذه الحقيقة اللي بتقوى. نعم. نعم، لأن مظاهر الكبر التي رأيناها أكثرها هي ماذا؟ مظنة أن الإنسان له علو يعني على غيره. نعم. رأيتي كيف؟ فلابد إذن من أن أشتد هذه الفكرة من قلبي وأن أرى نفسي حقيقة. وقلت الموت كل يوم يحصل وقد تكون أنت منهم، فلذلك أو نحن كلنا منهم، فلذلك الإنسان الذي أوله يتذكر هذا، أوله ماذا؟ يعني نطفة يعني متناهية في الصغر كما يقول بعض، حقيرة لا ترى بالعين المجردة. نعم. وآخره جيفة نتنة، بمعنى جيفة إن لم توضع في القبر يكرم الميت بدفنه، تشيع منه رائحة لا يتحملها أحد. نعم. فلذلك إكرامه دفنه حتى لا تشيع منه هذه الرائحة. رأيتك؟ فلما يتكبر ما بين هذا وذاك علامة. دكتورة كيف نتعامل مع المتكبرين؟ نعم، وهذا سؤال مهم جدا، كيف نتعامل مع المتكبرين؟ لابد أن نفرق هنا أمر. أولا الله سبحانه وتعالى عندما يعني تحدث عن المؤمنين والكافرين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أقول هذا الكلام لماذا فتيحة؟ لأن نرى اليوم يعني ودي عدد لا بأس به من الناس، لا أقول أغلب، أنه عندما يتكلم عن يعني غير المسلمين المشركين أو مسيحيين أو يهود، فكلهم يعني مجتمعون في مسألة الإشراك بالله تبارك وتعالى، فإنه ماذا يتكلم عليهم يعني دون أن يدفع له مال ربما حتى بنظرة عالية جدا وبنوع من التفاخر. تفاخر وتباهي. ولما يتكلم عن المسلمين دائما ينسب إليهم كل صفة سيئة. نعم. مثل هذا لا يصح. رأيت كيف؟ حتى ولو كان فيه قال فيهم خير، لكن فيهم من الشر ما فيهم، وفينا من الخير ما ليس عندهم أيضا. نعم. تكفينا مجتمعاتنا ما زالت تظهر بمظهر العفة إلى حد ما، ولكن ما زالت تظهر. طيب أنا دايما أقول فينا السراقين، فينا الكذابين، المرتشين، فينا الزنات، فينا السكيرين، سنبقى خير أمة أخرجت للناس بنص كتاب الله تبارك وتعالى ما دام النصح قائما فيما بيننا. فلذلك لا يصح لمسلم، رأيت كيف، أنه ماذا يوالي غير المسلمين على المسلمين. أنا أذكر الصفة الطيبة فيهم، لكن أيضا فيهم من فيهم يعني ما وهم أدركوا هذا أن بطانة مجتمعاتهم هي كلها ردائل وخبث وزنا وفواحش وغير ذلك، يجب أن نقتدي بهم يعني. نعم. هذا أمر يعني في هذا طبعا تعاملنا معهم فيه، لكن أنا أقول أنه ماذا حتى غير المسلمين ليت كفار كما يسميهم البعض وغير ذلك، لا يجوز أن نتكبر عليهم إذا كانوا متواضعين هم وعاديين معنا في التعامل. هم أيضا لا يجوز لنا، لأن هذه الصفة في المسلم التواضع مع كل الخلائق، مع كل نعم. الأجناس البشرية ولا نعم. اختلاف أديانهم وألوانهم. متى يتغير هذا التعامل وهذا الذي سماه الله بحق تكبر؟ إذا أظهروا لنا رأينا نعم تكبرهم وتظهروا لنا أننا ناس ناقصين عنهم، وأظهر هنا تظهر عزة المؤمن، تظهر عزة المؤمن على الكافر. شكرا جزيلا. وللحديث بقية أكيد في العدد المقبل نكمل. شكرا جزيلا دكتورة شرزاد عزوزة. شكرا للمتابعين برنامج ضحى القناة على المتابعة، وشكر موصول لكل الفريق الصحفي والتقني على رأسهم مهندس الرؤية محمد ترمنت، مسؤول الإرسال ميلودي والصورة للويزا وصالح، الصوت مراد فرحي، وأستاذتي سعاد بوشوارب، التجميل نوال، وريجيسور حسينة حداج، وسعيد محروق في سكريبت، والإخراج طبعا لزميلة البشوشة نادية شراير. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.